من الأفكار اللي بستمتع بيها وأنا شغال هي الشغل في المواسير البلاستيك أو شغل البي في سي. النهاردة معانا فكرة جميلة جدا جدا، إن شاء الله تتابعوا معانا الشرح من الأول للآخر عشان تستفادوا. بس قبل ما نبدأ الشرح يلا بينا نصلي على حضرة النبي. الفكرة مش جديدة يا جماعة، الفكرة قديمة، أنا كنت منزلها على قناة جات لي فكرة، والفكرة أساسا أنا واخدتها من على النت لأن هي كانت بالنسبة لي فكرة مشروع وتنفع فكرة مشروع كويس جدا على أساسه أنا نزلتها على قناتي التانية. اول حاجه يا جماعه بنجيب معانا الماسوره، بيكون معانا المقاس بتاعها، طولها 53 سنتي، القطر بتاعها 4 بوصه، بنقطع 14 سنتي منها بالعرض، وبنبدا بعد كده نعلمها بالميني كرافت او الميني دريل. بيانات الميني دريل يا جماعه تكون موجوده كلها في صندوق الوصف، السعر والنوع وكل حاجه باذن الله. تمام، بعد كده بنبدا نحدد بقى الشغل اللي احنا هنعملوه. طبعا البنط اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة اللي بتخرم دي بتكون موجودة جاية مع الميني دريل، بيكون معها بنط كتير بتبدأ تشتغل بيها. اول حاجة احنا بنشتغله بالمقاس الكبير ده، وبعد كده بنشتغله بالمقاس اللي اقل منه واللي اقل منه واللي اقل منه، يعني احنا بنستخدمه اربع مقاسات في الشغل بتاعنا زي ما انتوا شايفين هنا. في طبعا انا هنا بخرم، وفي حاجة تانية بعملها اللي انا بعمل عملية نحت، بعمل نحت نص السمك بتاع الماسورة، فبالتالي بيديني اضاءة خفيفة ومش بخرم الماسورة. طبعا يا جماعة انت بمجرد ان انت تشوف الفيديو وتركز فيه مرة واتنين هتعرف كل حاجة. وبما انك هتجيب مثلا ميني دريل او ميني كرافت تشتغل بيه، اول ما هتشتغل بيه هتحس ان انت شغال بيه بقالك فترة طويلة وشغله ممتع جدا وجميل. تمام، ببدأ بعد كده بشيل الجزء اللي انا علمته بعد ما بخلص تخريم. انا هنا ما شلتش الجزء في الاول ليه؟ عشان الماسوره تكون ماسكه نفسها معايا وانا بخرم، ما تقعدش تنتاني مني وانا شغال. بخلص تخريم الاول وبعد كده بشيل الجزء اللي انا علمته اللي هو ال 14 سنتي، وببدا بعد كده اشيل الجزء ده. طبعا انا هنا المفروض بسيح، هنا ما عنديش المسدس ده، بستخدم معايا ولاعه وببدا اسخن بيها وبتني ده كده، وببقى كده بالنسبه لي الحامل اللي انا بعلق عليه الشغل ده او النموذج ده. بس انا هنا غلطت غلطة لما جيت اسيح بالمسدس، سيحت من فوق او سخنت من فوق وما سخنتش من تحت، فبالتالي لما جيت ان انا اتنيها يعني عشان خاطر اركبها اتكسرت مني، فابتديت ان انا اعمل لها حامل تاني. قطعت الجزئين اللي معانا دول اربع اجزاء اللي هم طلعوا، وابتديت ان انا اسويهم ببعض، يعني خلي الاربع اجزاء قد بعض، وخدت منهم جزئين وخرمتهم بنفس الشكل ده. طبعا كل البنط دي موجودة زي ما قلنا في المينكرافت او في العلبة بتاعته. بعد كده ابتديت ان انا اعمل الحامل اللي معايا ده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا المينكرافت ده يا جماعة له استخدامات كتير جدا في الخشب وفي الازاز وفي البلاستيك وفي الاكريليك وفي كل حاجة، فهو موجود في البيت يعني حاجة كويسة جدا بغض النظر ان انت تستخدمه في حاجة معينة، لا هو هيكون يعني له استعمالات كتير. بعد كده جبت هنا قطعة فيبر واستخدمت الامير اللي معايا او السوبر جلو. طيب ما عنديش فيبر، بستخدم الخشب الابلكاش، ولكن الفيبر ده يا جماعة موجود عند الناس بتوع الزجاج وموجود عند الناس بتوع الالومنتال بيشتغلوا بيه، وسعره تقريبا زي سعر الخشب الابلكاش. قفلت الجزء اللي معايا ده من ناحيتين النص دايرة، وابتديت ان انا اقفل التاني الجزء التاني اللي هو الظهر بتاعه نفس الموضوع بالفيبر. تمام، جبت قطعة فيبر وقطعتها بالظبط. اهم شيء يا جماعة ان انت تقطع الحاجة دي بالظبط عشان الفينش معاك يكون مظبوط. قطعتها زي ما انتوا شايفين مظبوطة جدا جدا بالملي. بعد كده الشكل اللي معايا كده طبعا نضفته وصنفرته وظبطته كله كده تمام. بعد كده بدهنه سبراي. طيب انا عايز اللون معايا السبراي ما يطلعش، في حاجه على السبراي بتكون اسمها ورنيش، ورنيش بيجي برضو سبراي بيترش على السبراي اللي معاك بيثبته وما بيبقاش فيه اي مشكله، ولكن بتصنفر الاول بصنفره ناعمه عشان تشيل اللون اللي انت بترشه. وفي حاجة مهمة جدا يا جماعة، رش من بعيد عشان اللون معاك ما يسيلش. بعد كده جبت معايا السيريا الصغيرة دي، السيريا دي يا جماعة طولها 50 سنتي، والشكل طبعا اللي معايا 53 سنتي، يبقى انا معايا هنا سنتي ونص ومعايا الناحية التانية دي سنتي ونص. تمام، ابتديت ان انا الزقها بالامير، بحط برضو نقطة امير وبلزقها
بالأمير. طبعا الأميرة والسوبر جلو ممتاز جدا في لز الحاجات دي. ببدأ بعد كده أركب الفيشة اللي معايا أو أركب السلك. أنا هنا ركبت السلك معايا، طبعا ده مش مفهوش أي حاجة صعبة، بتركب سلكين وخلاص في بعض وبتلزقهم كويس جدا وبتثبتهم برضو بالأمير. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك لو مش مشترك. تمام، بعد كده يا جماعة ببدأ أجيب ورق ترانسفير. طيب ما عنديش ورق ترانسفير، بجيب ورق الزبدة. طبعا كلنا عارفين ورق الزبدة اللي بيستخدموه في المطبخ ده كويس برضو شغال، ما فيهوش اي مشكلة. انا مشغله عندي وبقاله فترة مش بيسخن، لان الليد نفسه اللي انا حطه او الاضاءة مش بتسخن، فبالتالي هو مش بيسخن. تمام، بعد كده بسويه كويس جدا، ونقطة امير صغيرة خالص ببدأ اثبتها. طبعا نقطة الامير اللي انا بحطها دي بحطها بعيدا عن الاخرام عشان ما تبقاش باينة، وبحط نقطة بسيطة خالص يا جماعة. تمام، بثبتها كويس جدا خالص وببدأ اشيل الزيادات. بقص الزيادة واحدة واحدة بحيث انها تكون مستوية بالظبط. في عندي هنا اختيارين يا جماعة، لو انا حابب ان انا اشيل الظهر ده بعد كده بعمل بالافزان اللي معايا دي. دي افزان بلاستيك موجودة في المكاتب، موجودة في محلات كتير، بعمل تخريم في الظهر اللي هو الفبر، وبعد كده بنفذ بقى الايه الافيز من الاخرام اللي هي تحت دي وخلاص، وبثبته وكده تمام التمام. لو انا عايز اثبتها وتكون ماسكه كويس وخلاص ويكون شكلها شيك بلزقها بالامير. انا هنا هلزقها بالامير لان السيريا اللي معايا كويسه وما فيهاش اي مشاكل. تمام، بحط برضو صوت امير خفيف يا جماعه، يعني الامير على فكره لما بتحط كتير جدا مش بيمسك كويس، دي معلومه برضو انا يعني من كتر الشغل بيه فعرفتها. تمام، بعد كده طبعا دول سلكين طالعين من الحيطة اللي هما بيكون مكانهم السبوت، ببدأ أركبهم في السلكين اللي طالعين معايا من الأباجورة. تمام، بثبتهم كويس جدا. طبعا بكون معلم الإخرام اللي أنا عملتها وبكون معايا المسامير وببدأ أثبت بمفك. طبعا كل ده يا جماعة حاجات بسيطة وسهلة جدا ومش محتاجة يعني مش محتاجة شرح كتير، هما مسمارين بشانيور او بهلتي وخلاص. بعد كده بيخلص معايا الشكل زي ما انتم شايفين، شكل جميل جدا جدا جدا، ولكن معلش هي الحيطه كانت عايزه وشين معجون وبلاستيك وتتظبط، بس يعني اوضه الحمد لله. تمام، زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا وشيك، في الاضاءه تحفه حتى وهي مطفيه جميله جدا جدا، ممكن تستخدم كاباجوره في اي اوضه مثلا، وفي ناس كتير جدا ممكن تعمل الحاجة دي وتستخدمها قدام باب الشقة، بتبقى شكلها جميل جدا وبتدي إضاءة حلوة. مشروع جميل جدا، ولو ناس حابة ان هي تشتغل في المشروع ده ممتاز جدا يا جماعة، ولكن طبعا اهم شيء ان انت تعرف تكون متمكن في الشغل، وكمان ان انت تقدر تسوق بطرق مختلفة وتعمل صفحة وتبدأ ان انت تشتغل على التسويق اكتر. اتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. بشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.